واصلت قوات الجيش مسنودة بالقبائل ومقاتلات التحالف العربي تقدمها في جبهات غرب محافظة مأرب وسط تراجع وانهيار في جبهات ميليشيات الحوثي. وأكدت مصادر ميدانية تمكن الجيش والقبائل من تحرير 7 مواقع استراتيجية بين مديريتي رحبة وجبل مراد. وتكبدت ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في أوساط عناصرها وألياتها القتالية. وفي الجوف تمكنت قوات الجيش والقبائل من تحرير منطقة الوجف الواقعة على الطريق الرابط بين مدينة الحزم عاصمة المحافظة والبقع في صعدة بعد معارك خلفت قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين. قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية في مدينة التحيتة جنوب الحديدة، وطالت الانتهاكات الحوثية التي استخدمت فيها قذائف الهاون الثقيل منازل المواطنين جنوب مركز المدينة. وأطلقت عناصر الميليشيات الحوثية النار صوب أحياء سكنية أخرى في المدينة مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة. إلى ذلك دعا المجلس الانتقالي الجنوبي قيادة التحالف إلى الضغط على حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي من أجل تنفيذ اتفاق الرياض. وقال المجلس عبر موقعه الرسمي أنه سوف تسليم كافة الخطط والتصورات المطلوبة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض بما فيها الفصل بين القوات في محافظة أبين ونقلها إلى الجبهات ونقل القوات العسكرية إلى خارج عدن. ولم ينجح اتفاق الرياض في احتواء الأزمة بالكامل مع وقوع حوادث واستئناف القتال بين القوات الموالية للرئيس هادي وقوات الانتقال من حين إلى آخر. أعلنت أكبر جامعة أهلية في اليمن نقل مقرها الرئيسي من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن بعد ضغوطات تعرضت لها من قبل الميليشيات الحوثية التي اعتقلت رئيسها وعينت إدارة جديدة موالية لها بالقوة. جاء ذلك في بيان صادر عن جامعة العلوم والتكنولوجيا موجهة إلى طلابها وأولياء أمورهم، وأفاد بأن المركز الرئيسي في عدن سيكون جاهزا لمزاولة أعماله اعتبارا من أكتوبر المقبل.